شيدجول ايش معناه اول شيء؟ برنامج. ومينتنس. هلا هذا بتكرر كثير هاي القصه، فكره او مساله الشيدجولينج او سكيدجولينج بتتكرر كثير، وهي مساله بدي احاول انا ارتب في عندي ريسورسز معينه. يعني مثلا امثل عليها كول سنتر، لو عندي كول سنتر في مجموعه ناس باخذوا بيجاوبوا على طلبات الزبائن لبنك مثلا او لشركه صيانه مثلا، او وهون في عندي مجموعه مثلا اللي هم الريسبشنستس، والريسبشنست هذول في عليهم كونسترينت، يعني هذا الشخص مثلا ما بقدر يشتغل غير بالليل، ما بقدرش يشتغل مثلا غير من الساعة 8 المساء، وبقدر يضل شغال للأربعة الصبح، ما بقدر يشتغل برا هاي الساعات. عندي مثلا هذا الشخص الأول، الشخص الثاني ممكن ما بقدرش يشتغل غير في النهار، الشخص مثلا بقدرش احط الشيفت تبعت اي مثلا ريسبشنست يشتغل اكثر من 8 ساعات، مش مسموح انه يكون الشيفت تبعه اكثر من 8 ساعات، ممنوع. لازم احط له مثلا ساعة بريك، فبيقدر يشتغل هو 3 وبريك و3 مثلا، او 3 و4 و3 وبريك و4 مثلا، 4 ساعات حسب ايش القانون اللي موجود هون. فهذا عندي هون الريسبشنست اللي هم الريسورسز. في عندي كمان عدد الكولز اللي راح تيجيني. فيمكن يكون احنا هيستوريكلي تاريخيا مثلا نعرف انه عدد الكولز بالساعة، نفترض هذه مثلا هون 8 الصبح وهاي 9 الصبح، احنا نعرف هيستوريكلي انه تقريبا الساعة 8 بيجيني عادة مثلا 80 مكالمة بالساعة، والساعة 9 الافرج، طبعا فيه طبعا فيريشن بس الافرج هون هاي مثلا ترتفع ل 100، وبعدين بكمل بالشيدجول تبعي وبلاقي يمكن مثلا الساعة 5 المساء مثلا بيرتفع عندي هون 5، بكونوا الناس مروحين بيتصلوا مثلا، بوصل عندي 200 كول بير اور وهكذا. ففي عندي جدول، طبعا هذا الجدول مش مضمون انه يضل نفسه، ممكن يكون جدول مختلف يوم الجمعه والسبت عن يوم الاحد مثلا، او يوم الاثنين او يوم الثلاثاء مختلف، وعندي جداول مختلفه والديتا هيستوريكلي انا جمعتها، الكمبيوتر تبعي جمع هاي قديش بيجوا ناس جمعتها وصار عندي. وفي عندي كمان ديفيشن، حتى انا كمان في عندي هون بلس ماينس، ففي عندي هون هاي مثلا ممكن تنزل عن قيمه معينه بس الافرج تبعها عند هاي القيمه. شايفين هذا الخط كيف رسمته من هون؟ اعطيني زي مينيمم وماكسيمم او رينج معين لهي الداتا. وبعدين عندي كمان يمكن يكون مثلا لازم ما يكونش اقل من 2، بغض النظر عن الحموله الموجوده او اللي بتوقعها، مش لازم يكون في اقل من 2 ريسبشنست مثلا. وكمان بدي يكون في عندي ريزيرف مثلا، الكونسترينت كمان لازم يكون في عندي ريزيرف مثلا ما يقل الريزيرف في اي حاله من الحالات مثلا عن 2 ريسبشنست مثلا او 1 ريسبشنست او حسب كل الاشياء هاي، لانه مرات بصير في عندي لسبب معين بصير في ظرف طارئ وبزيدوا عدد الكولرز. هاي كل هالكونسترينتس بكنا نحطها ونعمل شيدجولينج. فبنيجي بنقول بيطلع الشيدجول النهائي بقول انه احسن شيدجول مثلا ليوم الاثنين انه A مثلا يداوم بالفتره هاي مثلا، B يداوم بالفتره هاي، C مثلا يداوم بالفتره هاي الى اخره. وعندي هذا الجدول اللي موجود هون، والمفروض هذا يحقق كل الكونسترينتس اللي مطلوبه من هون، ويعطيني الاوبتيمم كرايتيريا، ويعطيني النت الماكسيمم ريزيرف. في عندي هون احتياطي كمان، ما بقدر انا اجيبه بالضبط على الليمت، لازم يكون في عندي احتياطي. اذا هاي هي فكره الشيدجولينج، فكره الشيدجولينج انه انا اقدر اطلع بطريقه معينه اعمل الوكيشن لهدول الريسورسز. هدول بنسميهم ريسورسز، مين الريسورسز عندي بالحاله هاي؟ هم الريسبشنز. يمكن بحاله ثانيه الريسورسز تكون شيء مالي، يمكن في حاله ثالثه تكون طعام، بعرفش ايش مثلا، شيلترز، غرف مثلا، حسب ايش الريسورسز الموجوده عندي. وفي عندنا كونسترينتس، الكونسترينتس بتقول انه في اشياء معينه لازم التزم فيها، ولازم يكون في عندنا فتنس فانكشن مثلا. الفتنس فانكشن هون راح تكون قديش عدد الكولز بير اور ريزيرف راح يكون عندي، لانه لاحظوا انا بالفتره هاي A موجود وB موجود وC موجود، ويمكن A عنده خبره اكثر من B، فA صار له بيشتغل معي مثلا 5 سنين، فمن المهاره تبعته او تبعتها بتقدر هي تتعامل مثلا مع 20 كول بالساعه، في حين B مثلا ما بقدرش يتعامل غير مع 10 لانه لسه جديد وما عندوش خبره، وC يمكن بقدر يتعامل مع 15، فصار عندي هاي كونسترينت جديد كمان، بدي اخذ بعين الاعتبار هذول مش متساويين A وB وC. كل هذول بامكاني المفروض اني اعمل فورميليشن للمساله، ادخلها واحلها واطلع باوبتيمم باسرع فتره ممكنه.